السلام بنات، اليوم انا جيت لواحد المحل تجاري اخر من غير اللي سبق لي وريتكم، وشفت شي حوايج زوينين قلت لاش لا ما نشارككمش معايا. حاطين شغلات جد رائعه تاع الباينخت، يعني الثلج تبع راس السنه، مناظر كثير حلوه. كل مره كل سنه كيعملوا شكل، عاملين الدبابه كيغسلوا في كيغسلوا في الثياب ديالهم، الغسيل تبع تاع زمان كيف كان، كانش لا غسالات ولا اي شيء، ناشرين حويجاتهم. هذا بيت للدبابه كيف كتشوفوا، وهذه جلسه خيط حويجاتها. هنا محلات كثيره كاينه بحال المحل اللي سبق لي وريتكم، ولكن على شكل ثاني. هذا المحل ميلار سميتو، خاص بالعطور والتجميل وكل شيء، كل شيء ديال المواد التجميليه والعطور موجوده هنايا. هادو ديال الحواله كيبيعوهم ملونين، ندخلو شوية نشوفو علاش لا. هنا البارفيمات، محل كبير يعني، وهذا هو. وهنا أغراض ديال الأطفال الصغار، ناخذ لبنتي شي تخربيقات، شي حوايج، شي مراهم كيف كتشوفوا، شي حوايج، شي مراهم كيف كتشوفوا، جميع أنواع المرهم تاع الولاد، الشامبو والصابون. شو ذا الشكل، ميني ماوس، جميع أنواع الشموع، هادو حويجات الوليدات كيحطو هادشي هنايا، شوية منه لأنه محل خاص أكثر حاجة بالمواد التجميل و لي بارفيم. هادو صحون تاع الاولاد الصغار تاع المدارس، هو هذا الاكل، الاكل تبع الاطفال، ولكن هنا الواحد ما خصوش يشري هادشي ديال غير الحاجه، ولكن يحاول يشوف عشان كيحطوا فيهم اللحوم، اللحوم ما فيش الواحد يشتريهم هنايا، سمك يقدر، خضار لا غير. الواحد الا كان بعيد مسافر في الطريق حاطين فواكه، هذا كله بيو، حاطينه كله بيو. هادو تاهما زوينين بالنسبه للوليدات، كنجيبو لبنتي هادو، ما كدير الدوش بس ما تحكيش لها بالخرقه، غير كدوزي لها دابا في لحمها، بحال الكلينكس هو خاص بالماء. محل جد كبير، طناجر، هادو الالمنيوم
الاكياس بلاستيكيه بلاستيك هون، وهذا الاكل قطط. وهذا مواد تنظيف، ملي كنشري مواد تنظيف هنايا اشكال وانواع. هذا اكل العصافير كتشوفوا بعض المرات كيحطوا تخفيضات في كل شيء، بعض المرات 20%. هون مطارح تاع خاصه بالكريمات نيفيا، تا هي مرخصينه. بغيتها كانت انا بغيت نشري وحده ناقصين فيها شويه. عامر اليوم. وهذا تاع تنظيف القدمين، هنا اكثر هي كينظفوا الواحد بالبيت ديالهم، لانه في المحلات شويه كيكون غالي الاسعار، من احسن الواحد ينظف في البيت. هذه غزاله بزاف ولكن شويه غاليه، كاينين شي مكان اماكن تانية رخيصه. انا جبتهم في واحد كانوا حاطينهم في كوفلاند واحد المره، وبالنسبه للناس اللي ساكنين هنايا، وشريتها رخيصه مع التغيير دياولها. هذوك تيكونوا ثلاثه، هنا شويه غاليه 59 يورو يعني 10000 ريال. كاين بزاف تحب ما تقدريش اصلا تشوفي كل شيء في خطره، برودويز بزاف خصك غير تختاري كل واحد اش من ماركه كي يحب يستعمل. هذه زوين تبع البكتيريان، رائع الصابون ديالها. وهذا صابون طبيعي بحال صابون المنجل، هذا طبيعي انا كناخذ منه غزال هذا الصابون. كيف كتشوفوا هذه هي اجواء المانيا واوروبا بصفه عامه، كيحطوا الزينه كيجهزوا لراس السنه. كيف كتشوفوا كتلقاي المحلات كلها هكا كيقوموا بالتزيين. كل محلات هذه خاصة بالصور، وهذه مكتبة كبيرة، وهذه حاجة أخرى بالمحل اللي وريتكم من قبل كيحطوا الشجر فيه الثلج يعني كزينه. وهادو التقاليد ديالهم ديال زمان، العربيات كيف كانوا كيشتغلوا وكانوا في الاكواخ. نشوف هذا شنو كيدير، هذا كنظن نجار، هذا نجار، هذا كيصاوب شي باب. هذا محل تاع النجاره كيف كتشوفوا. قبل خلينا العيالات كيصبنوا، دابا الرجال هنا فين كيشتغلوا. هادو شادين القنب وما عرفتش شنو كيديروا. منظر زوين، انا كيعجبني كل عام كيديروا حاجه، وخصوصا هاد هاد المول كل شحال من شهر كيحطوا حاجه اخرى. مره حطوا ديال الحشرات والفراشات، وكل مره يعني كيديروا حاجه، مره تاع ديناصورات، وهل دابا حطوا هادو الدبابة. هذا خدام مسكين كينجر،
ايوا هذا هو، حبيت غنوريكم مقتطف من الخرجه ديالتي اليوم، المحل اللي جيت ليه هذا هو. جينا غيرنا شويه الجو، ونتمنى هذا الفيديو الصغير يعجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك كيف العاده، وان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.